وبكده يبقى انتهينا من عمل البطون بأبسط الطرق. خطوات بسيطة الحمد لله تم تنفيذه. تقدر بعد كده لو جالك صورة أو موديل شبيه ليه تنفذه يعني بنفس الطريقة بدون صعوبات من إخواتنا اللي كانوا بيستصعبوا الأستك المكوك والقصات اللي يعني فيها فرنسات. خلاص بعد الفيديو دوت إن شاء الله يقدر ينفذ أكتر من شكل. وإن شاء الله في الحلقة الجاية نبدأ نتعلم برضو نخرج من نفس الباترون موديلات تانية. كان معاكم أحمد هلال، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي ودعمكم لينا في القناة وعمل شير عشان تفيد غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، اهلا بحضراتكم، كل عام وانتم بخير. النهارده معانا موديل جميل وهنتعلم فيه ازاي بيتم تنفيذه. الموديل البلوزه اللي معانا فيها بعض الفنيات اللي اخواتنا بيسالوا ازاي يقدر ينفذ باترون في استك في القمر، استك مكوك او فرنسات. ويعني الموديل اللي قبله فيه كشكشة أو فرنسات بيستصعب إن هو يعمل الباترون الموديل سواء كان مع صورة أو عينة. بعد الفيديو ده إن شاء الله هيكون معاك الخبرة الكافية إن أنت تقدر تنفذ أي موديل فيه يعني قصات أو أستك مكوك زي ما هنشوف مع بعض في الحلقة ديت. بداية ما تنساش أنت لو أول مرة تشوفنا في القناة فضل اشترك معنا في القناة. إن شاء الله في إفادة كبيرة وفي موديلات وفي الحلقات اللي جاية، ودعمك لينا طبعا في القناة هو اللي بيخلينا نستمر بدعواتكم ودعمكم لينا في القناة. هنبدأ أهو نرفع مقاسات العينة. لو معاك عينة زي اللي موجودة بداية تبدأ تدرسها كويس، تشوف ايه الحاجات اللي انت هتعمل لها باترون. زي الكم اللي معانا اهوت بقلبه، في عبارة عن شداد او لوكسة في الكم داخلية. اللوكسة الداخلية دي بتثبت اهي في نص الكم، بنعمل لها شداد بتدي الشكل الجميل للكم. طبعا لو معاك صورة ولقيت الكم مكشكش فممكن انت تشوف تبدأ يعني تحسب حسابات ان انت هتعمل كسر. هي حاجة بسيطة هي في الكم بتخليك تنفذ الشكل اللي موجود قدامنا. فبرضو لما تشوف موديل بيتنفذ زي اللي معانا في القناة وتشوف ازاي هعمله بطريقة سهلة هيكون افادة كبيرة ليك في عمل اي موديل او اي باترون شبيه ليه. انا محتاج العينة ان انا بفردها كويس زي ما حضراتكم شايفين، ده بداية رفع المقاسات. وهبدأ هو تفرد المسافة اللي أنا محتاج أخد منها وسع الصدر. ببعد عن الكشكشة اللي موجودة في الديل الأستك المكوك، وأبدأ أقيس وسع الصدر من تحت الجيرو الطبيعي في طريقتنا عمل الباترون. طبعا إخواتنا متابعينا عارفين إزاي نرفع مقاسات العينة. الموديل سهل في تنفيذه وعمل بطونه ان شاء الله يعني دقايق. انت بس جهز ادواتك واتبع الخطوات، هتلاقي البطون اسهل مما يكون في تنفيذه ومش هياخد معانا وقت كبير ان شاء الله. وهو ببدأ اتني عشان اشتغل على النص، نص البطون ببدأ اتني فخ الورق اللي معايا. وهبدأ أسجل البيانات اللي هنفذ بيها الباترون.
بالنسبة لوسع السيت زي ما قلنا حركه من تحت الجيرو اهوت، فردت العينة كويس عشان ناخد المقاس مظبوط. المقاس من تحت الجيرو بالنسبة للعينة اللي معانا هيكون 54، يعني ده المصنع بيكتب عليه 2X، يعني ده مقاس يلبس بناتي أو يعني مقاسات أنساتي، ده كده مقاس إكس لارج، تقدر تكتبه إكس لارج هيكون أفضل. بالنسبة للطول، الطول أهو من أعلى نقطة من الكتف للنهاية. طبعا الموديلات دي بتكون على القمر طولها 60 سنتي، أهو الطول من بداية الكتف للنهاية بيكون نهايته على القمر، وعرض القمر أهو اللي معمول أستك مكوك، يعني طبعا أستك مكوك يعني اللي عارفه طبعا أكيد من إخواتنا عارفينه. وفي ناس بتعمله مكنة أستك مخصصة بتعمل 12 غوزة مع بعض في وقت واحد، ده مكنة تخصص. وفي طبعا ممكن تقدروا تعمله على المكنة السنجر أدوار ورا بعض كذا دور بيدي نفس الشكل ونفس الكشكشة. اهو هبدأ ارفع المقاس. الناس اللي بتسأل ازاي اخد مقاس الحاجة المكشكشة او الاستيك، بتفرد العينة كويس بتمطها كويس عشان تقدر تجيب وسع القمر. عندنا اهو وسع القمر بيكون عادة وسع نفس وسع الديل، وبيزيد عليه مسافة 6 سنتي عشان يدي الأستك والكشكشة يكون شكلها يعني جميل زي ما هنشوف دلوقتي. عندنا صوت الجيرو برضو في أي عينة بنحتاجها بنحط مسطرة تحت الجيرو بالشكل ده، ومن أعلى نقطة بكتب صوت الجيرو عندي 26، ومسافة الحوض للظهر من أول القشطورة كده من الكتف للكتف بقيس الحوض 20 سنتي، وبالنسبة للصدر بقيس على طول من نص الصدر كده اهو من بعد الاسقاط اللي هنعمله 2 سنتي، بنشوف ان المسافة كام. هو عامل هنا 6 سنتي ونص سقوط لدوران الحوض للصدر. هحتاج برضو من المعطيات طول الكتف اهو عندي 13 سنتي ونص، وهتحتاج طبعا مسافة مثلا بين الكتفين عرض الكتفين. كل ده طبعا هنكتبه بخط واضح يعني زي ما حضراتكم متعودين واحنا شغالين، وهيكون واضح معاك. بس بروح حضرتك ازاي بترفع مقاسات العينة. عندي عرض الكولة 2 سنتي ونص او الشريط الكولة اهوت، وبرضه شريط الكولة ممكن عايز تفرد العينة كده وتقيس الطول لكل الشريط. هو طبعا هيكون نفس مجموع الصدر والظهر، وممكن تقلل 1.5 سم عشان يجمع الصدر. بس بقول لحضراتكم ازاي يعني انت كبطونيست تبدأ ترفع مقاسات العينة بالخطوات دي. عندي الكم مثلا اهو اتفردته، طبعا لو في كشكشة او شريط بتريح الكم عشان تاخد الطول المظبوط. زي ما قلنا رفع المقاسات للعينة يعني أهم حاجة طبعا عشان تطلع نفس الناتج لو مطلوب منك نفس الموديل. الطول أهو طول الكم 62 سنتي، ووسع العضلة أو وسع الكم 23. عندي سقوط الترومبة بحط مثلث أو مسطرة كده وأشوف السقوط كام للكم، يعني هيكون في حدود 12 سنتي. وطبعا نهاية الكم الوسع السويرة برضو زيه زي القمر، الأستك المكوك برضو بيكون نفس وسع الكم من تحت، طبعا الكم بيكون واسع يكون تقريبا 20 سنتي، والسويرة هتكون زيها في نفس الوسع، وبرضو بتزيد 2 سنتي راحة للأستك عشان تعمل معاك الكشكشة. وفي بعض الحاجات كده هنتكلم فيها في الأستك المكوك. يعني بالنسبة لضبط المكنة برضو بيكون ليه حسابات. في عندي الشريط الداخلي للكم اهوت بقيسه
احنا قلنا الشريط ده اللي مدي شكل جميل للكم او كموديل، حاجة بسيطة بتركب في الكم داخلية اهوت، اللي هي اللوكسة الداخلية او الشريط الداخلي للكم اهو. الشريط بيكون طوله يعني طوله تقريبا 35 سنتي، هنكتبه في الفيديو، هنكتب واحنا بنرفع مقاسات. والعرض 6 سنتي، عبارة عن لوكسة كده بتثبت في الكم من الداخل وبتخرج منها اللوكستين دولت، او اللي هي بتبقى شكل الشداد. اللوكستين دول هما اللي هي طولها 60 سنتي، دول شريطين لوكستين بتحبسهم داخل الشريط الداخلي يعني، عشان وطبعا بتعمل فتحة في الكم في الجسم نفسه، تطلع منه الشريط الشداد، فبيدي نفس الشكل الكم اهوت، الشكل دوت كموديل جميل معانا. هنتعرف على كل ده في تنفيذ البطرون، يعني خطوات بسيطة كده. احنا رفعنا المقاسات، مش محتاجين من العينة حاجة، نبدأ نشتغل ونبدأ ننفذ الكلام ده عملي.